أقولها ملتزمين بدوفع رواتب مواطنينا في الإقليم، دول مواطنينا، بس راح نمشي بشكل سليم وصحيح. أن ندفع أموال لجهة غير معروفة ما ندري وين تروح الأموال، هاي ما نسويها. إحنا نريد يروح إلى الموظف الصحيح، موظف الذي يعمل يملتزم بالدولة. أما الأحزاب تجيب كل مريديها ويحطوهم أسماء موظفين أو عنده 3 شغلات أو 4 شغلات في نفس الوقت حتى فقط يستردوا لهم مبالغ، هذا ما راح نسويه. لهذا يجب أن نبدأ عملية تدقيق، وبدينا بالخطوات الأولى لهذا التدقيق حتى نبدأ إن شاء الله بدفع الرواتب في الإقليم.